للبحث عن عناصر داعش في صحراء الصقار والثرثار ووادي القدف والنعامة في وقت واحد. مع عملية رفع السيطرات من المناطق الغير مهمة في محافظة الأنبار، تنفذ قيادة عمليات الأنبار متمثلة بالفرقة الأولى والفرقة العاشرة ولواء مغاوير قيادة العمليات، مدعوم بالوكالات الأمنية والاستخبارية، عملية أمنية واسعة تتمثل بثمان محاور في منطقة 160 جنوبا إلى منطقة الصقار، وثمان محاور باتجاه بحيرة الثرثار الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الجزيرة والبادية، وثلاث محاور في منطقة النعيمية، وخمس محاور في وادي القطف. هذه العملية الكبيرة الهدف من عندها هو تطهير المنطقة ومنع المجاميع الإرهابية أو ما تبقى من المجاميع الإرهابية من التواجد في هذه الصحراء، ولحد هذه اللحظة كانت هناك نتائج إيجابية سنعلن عنها بعد انتهاء العملية إن شاء الله. وللمزيد من التفاصيل ينضم معنا مباشرة من مدينة الحبانية مراسلنا حسين محمد. بداية مساء الخير حسين، طلعنا أكثر حول انطلاق عملية أمنية انطلقت لتطهير المناطق الصحراوية تحديدا من عصابات داعش، حدثنا أكثر. نعم، تم انطلاق عملية عسكرية في محافظة الأنبار، هذه العملية في منطقة 160 باتجاه جنوبا باتجاه منطقة الصقار، وكذلك في قاطع الثرثار من ثمانية محاور، وأيضا في قاطع النعيمية من ثلاث محاور، وفي صحراء المحافظة وتحديدا في وادي القذف من خمسة محاور. هذه العملية ما زالت في المراحل الأولى، تم العثور على بعض المخلفات داعش من بعض المخلفات وكذلك التي كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية في استهداف المواطنين العزل في محافظة الأنبار. اليوم قيادة عمليات الأنبار بجميع التشكيلات والوكالات نفذت هذه العملية، وما زالت العمليات العسكرية مستمرة في صحراء المحافظة لملاحقة ما تبقى من الجماعات الإرهابية. وأيضا هذه العملية ركزت على البحث على فلول الإرهاب أو المقرات التي تختبئ بها الجماعات الإرهابية من أجل القضاء عليها، وأيضا القضاء على ما تبقى من فلول الإرهاب في صحراء المحافظة. كان هناك دور كبير لطيران الجيش العراقي بإسناد القطاعات الأمنية، وأيضا هذه العملية مستمرة لحين القضاء على بعض ما تبقى من الجماعات الإرهابية والقطاعات الأمنية في محافظة الأنبار، سواء كان جيش أو شرطة. تعاون كبير من أجل القضاء على ما تبقى من فلول الإرهاب وجعل صحراء المحافظة مؤمنة بشكل كامل. نعم. أيضا لا ننسى الدعم الكبير من رئيس اللجنة العليا في محافظة الأنبار السيد المحافظ للقطاعات الأمنية والاجتماعات المتكررة من أجل مواصلة دعم القوات الأمنية. نعم. وأيضا مواصلة العمليات العسكرية في صحراء المحافظة، وما زالت العمليات مستمرة لحين إتمام تأمين صحراء المحافظة بشكل كامل. نعم الزميل حسين محمد مراسلنا من الحبانية تحديدا، شكرا جزيلا لانضمامك معنا في هذه النشرة، ونكمل معكم النشرة.